لبنان بلد تعداده السكاني بالكاد يتجاوز 4.5 مليون نسمة. نسبة البطالة بين شباب هذا البلد الصغير والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية قاسية تبلغ 35%، أو بمعدل شاب عاطل عن العمل من بين كل 3 شبان، وهي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بعدد السكان. والمفارقة أن شريحة الشبابية التي تتراوح أعمارها بين 15 عاماً و24 عاماً وتشكل 20% من عدد سكان لبنان تزخر بقدرات واعدة جداً وبطاقات قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي الصعب فقط إذا لاقت الاحتضان المطلوب. أحد الأمثلة عن نجاحات صغار السن في لبنان نتابعها معاً. منجل هي contacts application، فبيطلع لك ليستة of the contacts تبعك بانترفيس كثير نظيف، وبتنقي من خلال سوايب واحدة شو بدك تعمل مع الكونتاكت. فمثلا فيك تفتح الانستغرام بروفايل تبعه، أو تحكي على واتساب، تحكي على اي مسج عادي، تدقي له، تعمل ايفنت معه. كل هالقصص وحتى أكتر فيك تعمليهم بطريقة كثير سيمبل كثير سريعة. فمنجل بتقدم شغلتين زيادة عن كل البقية، اللي هن أول شغلة بحس الانترفيس شكله كتير سيمبل وحلو. يعني إذا بتطلع على حتى الكونتاكت ابليكيشن تبع الآيفون بتلاحظ أنه الشكل هو كتير أنظف وكتير أحلى. والتاني شغلة هي الأسس الأمانت أوف أكشنز فيك تعمليهم للكونتاكت من خلال منجل. يعني فيك مثل ما قلت قبل تويتر، واتساب، فيسبوك، كل هول السوشيال نتوركس وحتى أسس مثل إيفنتس وهيك، كل هول they're integrated بمنجل، اللي هو بحس الأفانتاج على غير أبليكيشن. تقريبا من 8 أشهر قبل ما نزلت الأبليكيشن كنت عم جرب عدة أنواع أبليكيشنز، ومنجل كانت واحدة منهم. فحبيت فكرة، حبيت كيف طلعت معي، فقررت أنه أشتغل عليها، وقد أنه هالثمانة أشهر عم أشتغل عليها، وطلعت بالآخر يعني it was a success لأن أبليكيشن. هو كله تعلمته لوحده، فأنا بلاش فيها، وأكيد كنت خبر يعني أهلي وأصحابي عم فرجيهم أنا عم بعمله، بس كديفلوبمنت وككل شيء ماركتينج هيك كله كان لوحده تعلمته. يعني من الإنترنت تعلمت وعلمت حالي. يعني هي أكيد كانت شغلة صعبة لأنه كنت عم تعلم كل شيء أنا وعم بعمل الأبليكيشن. فمثلا أنا وعم بعمل نيو فيتشر كنت أتعلم كيف أعمله، كله لوحده كنت نبش أتعلم أنا وعم بعمله، فهذا كان صعب. وكمان يعني أنا ما بعرف حدا بيعمل آيفون أبس، فما كان في حدا يساعدني دايركتلي، كان كله على الإنترنت، فهيدا كانت صعوبة. بعتت إيميلز لكتير بلوجرز مثل تك كرونش وهدول ريلي بيج ويب سايتس، وحبوا يعني وقت بعتلن الإيميل حسوها it was interesting وردوا علي وشي كتبوا عنها الأبليكيشن، فهيدا كان يعني أعطيها بوست بالسيلز، ويعني في كتير عالم نزلوها، فهيدا كان الشيء لساعد أكتر شيء. في تقريباً 3000 مستخدم اليوم، وأكتر داونلود هو بأمريكا، اللي هو شيء يعني متوقع. بس هون بلبنان أخذ سكسس، يعني كانت نمبر 1 بالبايد أبليكيشنز لفترة كتير طويلة، وحتى مثلاً بفرنسا كمان أخذت سكسس، كانت نمبر 2 بالبرودكتيفيتي، وفي كتير بلاد وصلت على نمبر 1 توب 5 يعني بالبرودكتيفيتي، وهذا كان شيء حلو كتير. هلا اكيد اول شيء بدي احسن شوي بمنجل، عندي فيو ايديز وبدي اطورها، وهذا يعني هدفي هلا عن قريب. وبعدين اكيد بدي اعمل نيو ابس، بركه مش بس لايفون، بركه اعمل منجل لاندرويد، او بركه اعمل ماك ابلكيشن، عم فكر فيها ها كثير. وبالمستقبل، بالمستقبل يعني البعيد، بدي بالاخر افتح شركه، يعني هذا هو الحلم تبع هذا الشيء.
أمثال سمير في العالم كثر وأحدثوا فرقا في عالم الأعمال وفي عالمهم الشخصي وهم لم يكملوا 20 عاما. هذه الشخصيات تعرفونها جيدا، ستيف جوبز وثورة أبل التي نعيش في عالمها، مارك زوكربيرغ وموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك الذي بات جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، جاك دورسي مبتكر حقبة التغريدات التي نعيش في عصرها عبر موقع تويتر. إلى هذه الأسماء المعروفة هناك أسماء أخرى أصغر سناً، وكل منها تشكل حالة اقتصادية واجتماعية يجدر التوقف عند كل منها. اخترنا بعضاً من هذه الأسماء ووراء كل اسم حكاية. نيك دي ألويزو مطور تطبيق ساملي للهواتف الذكية، أسس شركته في 15 من العمر وباعها لشركة ياهو بسنتين ليجني العام الماضي 30 مليون دولار وهو في 17 من العمر. براين وونغ كندي من أصول صينية طور تطبيق كيب دوت مي في العام 2010 وتمكن خلال سنتين من جمع استثمارات بقيمة 15 مليون دولار وإبرام أكثر من 40 شراكة مع علامات تجارية عالمية أدرجته على مؤشر داو جونز للشركات التكنولوجية الناشئة. مارك باو أو كما يعرفه البعض بمهووس التكنولوجيا بعمر 18 باع التطبيق الذي طوره 3words.me إلى الشركة العملاقة dot-com في صفقة لم يكشف عن حجمها. 18 عاما من عمره كانت كافية لتجعل منه شريكا مؤسسا لعشر شركات. جولييت بريندك بعمر 16 عاما أطلقت موقعا إلكترونيا اجتماعيا Miss O and Friends، ومنذ إطلاقه في 2005 يسجل الموقع 10 ملايين زيارة شهريا، وفي 2008 ثمنت بروكتل أند جامبل قيمة الشركة ب 15 مليون دولار. رغم الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها شباب لبنان إلا أن التحديات السياسية والاقتصادية دفعت بشبابه إلى الهجرة إلى الخارج في غياب بدائل الداخل. البلد يصنف اليوم الدولة 120 من بين 144 دولة تعاني هجرة الأدمغة والعقول الشابة. لنلقي نظرة على بعض المؤشرات الهامة ونتابع. قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيوي جدا بالنسبة للاقتصاد اللبناني، فهو يستحوذ على 97% من إجمالي المشروعات في لبنان ويوفر 51% من إجمالي القوى العاملة. أما قطاع التجزئة وحده فيوظف 44% من إجمالي القوى العاملة. ما هي المبادرات المتوفرة في لبنان لدعم رواد الأعمال وأين تتمثل العوائق والتحديات؟ سنناقشها بعد قليل مع ضيفنا من لبنان الدكتور ناصر السعيدي. إذن ينضم إلينا من بيروت الدكتور ناصر السعيدي نائب رئيس مجلس إدارة موقع يوريكا.com وهي المنصة التي تدعم رواد الأعمال من خلال ما يعرف بالتمويل الجماعي. دكتور أهلا وسهلا بك. سمير الحالة التي استعرضناها منذ قليل ليست الأولى، سبق وعرضنا أيضا جيك المير أصغر مطور لتطبيقات في المنطقة وهو من لبنان كذلك وعمره 12 عاما. كيف تفسر روح ريادة الأعمال التي يتمتع بها الفتية الصغار في لبنان بالفطرة، وما الفرق الذي يمكن أن تحدثه إذا ما تم دعمها؟ مثل ما تفضلت، يعني المهارات الموجودة اليوم بلبنان بالفعل والتحصيل على المستوى الجامعي والمدرسي، لبنان برتبة مرتفعة بين الدول العربية بل عالميا. لكن مثل ما نذكر بالبرنامج جزء كبير من شبابنا عم بيهاجر، فأكترية الجامعيين من بعد ما يخلصوا المرحلة الجامعية عم بيهاجروا. واحد الأسباب طبعاً أنه الوضع الاقتصادي ككل مش غير مشجع حالياً. لبنان بال2014 يمكن حيوصل لنسبة نمو ما بتتجاوز 1-2%. في مشكلة بنى تحتية، كهرباء، مي إلى آخره، مواصلات، اتصالات صعبة. فهيدي البيئة على مستوى الاقتصاد الكلي مش عم بيشجع رواد الأعمال للوصول للسوق. وقت ما نفكر بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بدنا نفكر ببيئة متكاملة. في مشكلة الوصول للتمويل من ميل، في مشكلة الوصول للسوق والتسويق،
وفي مشكلة طبعاً التصدير اللي هو أمر كتير مهم لبلد صغير مثل لبنان. سندخل في هذه التفاصيل دكتور التي ذكرتها، ولكن قبل دعني أسألك، في الواقع الحالي أين يتركز نشاط المؤسسات، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي في لبنان، وأي قطاعات هي حيوية ولكنها ما زالت مغيبة؟ طبعا المجال التكنولوجي هو الأهم، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الرقمي ككل هو أهم عند الرواد وعند الشركات الصغيرة المتوسطة، وطبعا كذلك التجزئة. في عدد كبير مثلا من الشركات الصغيرة والرواد دخلوا بمجال التجزئة، خاصة بمجال الفن وغيره اللي لبنان مبدع كمان فيه، من وكذلك مجالات الهندسة. فمنشوف كتير من شبابنا اتجه لهالاتجاه لأنه في إبداع، واللبناني مبدع من هالناحية. نعم، لندخل في التحديات دكتور، إذا استثنينا الواقع الأمني والسياسي، ما المطلوب عمله أولا على صعيد القوانين؟ ما هي الثغرات وما المطلوب أن يصار إلى عمله؟ في بعض القوانين اللي مشجعة، لكن البيئة الاقتصادية ككل ما ساعدت. يعني أعني بهالشيء أنه مثلا تسهيل تأسيس الشركات، دعمها مثلا فيما يخص المشتريات الحكومية. نحن بحاجة مثلا لقانون مثل ما موجود بالمغرب اللي هو قانون عام بيشجع الشركات الصغيرة المتوسطة بمجموعة مجالات، بخفض كلفة الأعمال، الدوينج ما يسمى بدوينج بزنس، إنشاء الشركات، تسجيل المعاملات إلى آخره. هذا أمر مهم. بنفس الوقت بفتكر موضوع الوصول للتمويل صار في بعض الإنجازات المهمة فيه، لكن بعض ثغرة كبيرة فيما يخص الشركات الصغيرة المتوسطة. وأخيرا طبعا في موضوع قانون الإفلاس، مثل الشركات بتنجح، في قسم كبير من الشركات يمكن ما تقدر تنجح بوضع اقتصادي صعب، فمفروض يكون في قانون يسهل الخروج من السوق دون ما يكون في كلفة كتير عالي، ودون ما يكون في تأثير سلبي على الرائد اللي أسس الشركة. ففي مجموعة قوانين مفتكر نحن بحاجة لها اللي بتشجع الشركات الصغيرة المتوسطة اللي نحن فاقدينها حاليا. نعم، طب ماذا عن تمويل دكتور ناصر؟ يعني نرى غياب للتمويل الانجل فاندينج أو التمويل الجماعي الذي نراه رائجا بات هنا في الإمارات، كذلك نرى القطاع المصرفي غائب تقريبا عن دعم هذه المؤسسات. الوضع عم يتغير. لبنان يعني أخذ بعض الإجراءات بسنين الماضية في موضوع دعم الفوائد مثلا على القروض. أنشأنا مثلا بلبنان شركة كفالات اللي هي بتضمن القروض، وخاصة القروض للقطاعات المتطورة أو اللي عم تتطور. فدعم هالقروض شجع القطاع المصرفي أنه يمول هالقطاع. وكذلك مؤخرا كان في تعميم مهم صدر بآب 2013 اللي هو تعميم 331 صدر عن البنك المركزي، اللي سمح للمصارف أنه تستثمر مباشرة بالشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضمانة البنك المركزي حدود 75% من الاستثمار. فهذا تعميم جيد يعني، وشجع المصارف أن تدخل وتستثمر مباشرة. هذا أمر مهم. مجموع هالشيء وهو بحدود تقريبا 400 مليون دولار بمثل كحد أقصى 3% من مجموع رساميل البنوكي. فهذا أمر مهم. طيب كيف يمكن أن يستفيد لبنان دكتور من تجارب الدول المتقدمة، وأي نماذج يمكن أن يقدمها أو يطبقها؟ يمكن من أهمها هي ما يسمى بحاضنات الأعمال، الانكيوبيترز على أنواعها. في بعض صار موجود بلبنان، بذكر مثلا بيريتك. في كمان بعض المبادرات اللي بتشجع الشركات الصغيرة والرواد مثل إنديفر، مثل بادر وغيرها، وخاصة الاتصال والتعاون مع الجامعات، وخاصة الجامعات الموجودة بالخارج مثلا جامعة MIT. فصار في بعض المبادرات المهمة من هالنوع. بس يمكن أهم شغلة هو إنشاء وخلق حاضنات الأعمال.
نحن بعدنا بأول الطريق لهالشيء. لهالسبب ذكرته، الشاب اللي كان عنده تطبيق للآيفون عم يشتغل لوحده على انفراد، بينما صار في اليوم حاضنات أعمال، صار في كوورك 961 وغيرها اللي عم تشجع الشباب أنه يتعاونوا سوا. موضوع التعاون أمر كتير مهم، المدارس المهنية أمر كتير مهم، دور الجامعات بفتكر أساسي، لأنه هالشباب كلهم عم يمروا بالمدارس والجامعات. بفتكر النقص الكبير اللي ممكن يتعلم كمان من الخارج هو دور الجامعات بالتواصل مع الشركات وبيئة الأعمال. نعم، على كل بدأنا نرى النتائج الإيجابية جدا لدور حاضنات الأعمال هنا في الإمارات. دكتور ناصر سعيدي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا مباشرة من بيروت. والآن نستعرض بعضا من آرائكم التي وردتنا حول واقع ريادة الأعمال في لبنان واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. محمد أيمن على فيسبوك يقول: التسهيلات والدعم الحكومي هما السبيل الوحيد للنهوض بالمشروعات الصغيرة. توني راني من جهته يرى أن المتابعة والدعم المادي ومنح القروض وبناء مدن صناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة سيساهم إيجابا في الاقتصاد اللبناني. هذه كانت حلقة اليوم. لمتابعة برنامجنا زوروا موقعنا skynewsarabia.com/afaq، كما يمكنكم دائما مراسلتنا على بريد البرنامج afaq@skynewsarabia.com. إلى اللقاء.